الاول في البيت لا دخلت لا دخل خلي يسولف دخلت امك قالت الصلاه ما تقوم صح؟ ما تقوم بس اذا دخل ابوك قال الصلاه اذا قال ابوك بس الصلاه فلان قال فلان قام ولا ما قام قصدك اني ما اقومك من الصلاه يعني والله زي بعضهم قبل شوي يقول لا عاد قومنا قلت ايه قال انت لا دخلت تقول الصلاه صلوا صلوا واحد يقول يا اخي تكفى حاول تقومنا بدون ما تتكلم يقول صوتك يصفر في اذني قلت يا احلى شيء لما يصفر في اذنك يعني قم صلوا وبعض الغرف لا اضرب الدولاب انت غرفتكم من دخلتها ضربت الدرج والله العظيم لبى قلبه جبر يوم قال جيت قلت لا تزعل تكفى لا تكون خلعت قال الا تكفى دائما يضرب الدرج مرتين بعد ما ثلاث والله شوف عشان اقوم انت لو صحيتني انا اكره النوم في اللحظه اللي انت تصحيني فيها انا شيء اسمه النوم اكرهه احلى شيء لما كرهت النوم انت اصلا تكره النوم الشيء لان الصلاه وصوت يصقع في الجدران لو ان الجدران قزاز تكسرت شفت ولا لا والبيبان طح 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 بس تقومون ولا ما تقومون نقوم بس تعال قول يا سعود يا حبيبي اقعد اداري 24 رجال يا سعود يا عزوز يا حبيبي شيء جاي ادلع ربيكم انا هنا ولا ادلعكم ولا لا قومنا يعني صلوا صلوا شفت يا رياجيل هذا اللي ينفذني يا رياجيل يا اخي انت الحين انا ما حد يقومني طيب ليش تقوم مثلي انا والله اني ما عندي منبه ولا شيء واقوم لا ما ادري عن كلام فيك شيء بس ما ادري بعض اخويانا ترى نومهم ثقيل مره ايمن انا يوم فتحت اول ما اجي اسحب البطانيه يا شباب بدون اسحب البطانيه اتغدى يطلعون بينها وبينها مثلين خليت شيء واحد قال يا اخي انقلع قلت لا قم انقلع انت صلي ولا اطلع من القريه كلها كفو كفو يا ابو والله رايك انت بس وجريم اذا صحاني عزيز رباح ما قوم رباح قيع عبد العزيز عزوز كيوت عزوز اذا جاي قومك ترجع تنام اقسم والله العظيم انك صادق الى العزوز اذا صحاني يجيني نوم زياده عزوز يقول لك عبد العزيز سعود هو يقول لي كذا يجيني كذا روقان ما ادري بكل بطانيه اما جريم وسطط يا جريم صوب يضرب الجدار نضرب الجدار نضرب الارض نضرب الدولاب لانه صلاه يا اخي لانك لو